يا السلام عليكم خوتي اخواتي، اليوم مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. ما نخرج اي واحد خرج جديد، ما معش عارفكم. اخيرا خوتي خرجوا القناه فيديو كل نهار، واخيرا رجعنا قناه الدراري حيث ان كنا عندنا 3 سترايكات والحمد لله باقي عندي دابا. المهم رجعت للناشر ولكن القناه مهدده بالاغلاق. سو بغيتكم كاملين وعارف راسي غير واحد الفيديو يكون تفاعل ناقص بزاف. المهم الخوت كلشي دار مع لايك وكومونتير، كثروا لي لايك وكومونتير باش نرجعوا التفاعل ديالنا، والناس اللي كيبغيوني يبانوا في الكومونتير. كيبغيكم كامل اخوتي. المهم ما علينا، زائد واحد الحاجة الخوش. المهم هاد الفيديو ديال الشحن المجاني كنت ديجا مصورو انايا، واحد كنت ديجا مصورو جوج سيمانات فاش كنت غابة صورتو. المهم باقي كاين شي بروجيات هار بين اخوتي، ومن بعد هاد الشحن المجاني حيت فيها مشاكل اخوتي. ونخليكم اخوتي مع الفيديو، مشاهدة ممتعة اخوتي، ما تنقصوش تاني من الفيديو بليز اخوتي. اول حاجه اخوت خلينا نشوف شي واحد من الكومنتات اخوتي. المهم خويا كتب هاد الشوبي لك ديال لايك الفيديو وكتب 10 الكومنتات وبارطاج الفيديو مع 5 من صحابك وديك الساعه نشوبي لك اخويا 600 دياموند او 300 جوهر اخوتي على حسب الا كان عندك الدوبل او لا. يلا اخوتي كلشي دار. المهم دابا اخوتي غندخل المعلومات ديالي ونشوبي ولا شوبي ولا الدراري. المهم واحد الحاجه نقولها لكم الدراري، انا حبست اليوتيوب اللي ماتت عندي جوج سترايكات مع 3 ديال القناه مهدده بالاغلاق. سو بغيتكم المهم الفيديوهات بكيت ريكوموند او شنو شي النوتيفيكاسيون ما كتوصلش. الناس اللي كيبغوني غير بارطاجيو هذا الفيديو باش يرجع لينا التفاعل اخوتي. سو ماما ماشي كان بسبب شي دراري صحابي، هاد الدراري ماما بسبب شي دراري صحابي ماما وقعوا لي هاد المشاكل اخوتي. يلا اخوتي ماما اليوم غنديروا ايش حمل الجنة اخوتي. يلا خليكم مع الفيديو. يا واش اخوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد فيديو جديد. سو الدراري بكاش اي واحد تابونا وفعل الجرس الدراري، رانا لي زابوني راه خفيتهم هاد الدراري. المهم ان شاء الله غنجيبو 100 كا في اقرب وقت، نجيبو 100 كا خوتي، شي حاجه ما صعيبه علينا نجيبو 100 كا. سو الدراري الناس اللي كيبغوني التفاعل يكون طيح بزاف، كتو كتو من لي لايك والكومونتير. واليوم اخوتي نشرح لكم واحد السيت اللي هربان اخوتي اللي شحن جوايا في فاير المجان. يلا اخوتي خليكم مع الفيديو مشاهده ممتعه، وبالنقص حتى شي ثاني من الفيديو تفرجوا فيديو من الاول حتى الاخر. وزايا يا اخوتي يلا خليكم دائما على الفيديو. ماما الخوت الموقع ديالنا تابع لشركة كارينا. الخوت تكليكيو على اللين اللي كاين في ديسكريبسيون رابط الموقع، احول لكم هاد المدونة اخوتي. ركزوا معايا هنا مزيان كيفاش تاخذوا الموقع اخوتي، ركزوا معايا. غتجيو هنا رابط الموقع اضغط هنا، هاد اللعيبة ها هو كتب لكم هنا تكتب هنا رابط الموقع اضغط هنا، رابط الموقع هنا اضغط هنا، تركوا لا اضغط هنا هاكا اخوتي. صافي حول لكم الموقع، ها هو الموقع اخوتي راه ساهل اخوتي وصادق 100%. موقع تابع لشركة كارينا كيما كتشوفوا معنا ديال كارينا. المهم اخوتي هناك يقول لك استكمل استبيان واربح، صافي دير استكمل استبيان واربح هكذا. المهم اخوتي صافي استكمل استبيان واربح. المهم نرجعو بحال هكا، يحاول لكم شي اعلان رجعو بزر الهاتف. ركزوا معايا، يحاول لكم شي اعلان رجعو بزر رجوع الهاتف. صافي هناك يسولك يقول لك هل حسابك شرق اوسط؟ المهم حنا نديرو شرق اوسط هكا. كيقول لك شو شحال بغيت من دياموند، اختار خويا 100 دياموند هكا. المهم شرط اول اشترك في قناه التصميم، المهم القناه التصميم هي القناه ديالي، خاص خويا تابونا فيها ضروري باش يوصلك الجواهر. المهم قول لهم واش كنت مابوني فيها، اي كنت مابوني فيها دير لهم فاعت من قبل ولا كنت لا تابونا فيها. سافعل سافعل الان، فهمتي سافعل سافعل الان. صافي المهم نديرو حنا تفاعلتو من قبل، صافي كيتاكد لك زعما من الاجوبه ديالك. صافي اخوتي زاهي زاهي اخوتي. يلا المهم خوت هنا صافي، هادي الخطوه الاخيره باش تاخذ خويا الجواهر ديالك. المهم الموقع باقي قيد قيد تجربه، وغنحط لكم اثبات في الانستغرام انه وصلوني الجواهر. ايوا مام بعد 24 ساعة كيوصلو الجواهر. مام الخوت في الانستغرام ديالي كاين في الديسكريبسيون، نوريكم الاثبات في السطوري اخوتي. صافي هنايا ركز معايا، كيقول لك هنايا باش خويا تدخل الجواهر ديالك خاصك تابوني في القناة. هاي غادي هنايا اخوتي، هانتوما هانتوما لما يتبقى لك شي واحد خطواتين اشترك في القناة وتستكمل الباقي. هاي القناة فين هي القناة؟ غادي هنايا غادي هنايا كتب لك هنا دور الشاشة وكاتب لك عمر اف اف، هاد اللعيب بحال هكا هاي غاتب لك هنايا فهمتي في الجنب، غاتورك عليها كاد اللعيبة تصور لك كتب لك الارنب اللي كاين هنا. صافي تورك عليها بحال هكا، صافي نتسناو اخوتي. ها هو يحولنا اليوتيوب اخوتي هانا، وتابونا فيها بحال هكا وتفعل داك تفعل داك الجرس هكذا. صافي وديك الساعة غترجع ديك الساعة الموقع، يا كترجع الموقع هكذا وترجع اخويا بزاف الوجه الهاتف. ركزوا معايا هناك يقول لك، هناك يقول لك الحصول ندير الحصول على الرصيد. المهم يقول لك يجب عليك ان ترسل رسالة، ترسل الرسالة لعشرين من الشخص. اوريكم انت كيفاش ترسل الرسالة بحال هكا اخوتي، نوريكم شي ايزا الدراري. هانتوما اتوركوا عليها بحال هكا لهاد اللعيبه هكا، صافي ركزوا معايا اتوركوا عليها بحال هكا تسناو شويه لا شي اتوركوا عليها غتسناو شويه اخوتي. هاي انوركوا على واتساب هكذا، صافي نصيفطوا للدراري. المهم ركزوا معايا هنا مزيان اخوتي، نصيفطوا بحال هكا الدراري صحابنا، خاصك تصيفط 20 واحد من صحابك
بالك 20 واحد من صحابك مثلا، 20 واحد من صحابك هانتوما مثلا نصيفطوا على الدراري مثلا، مثلا نصيفطوا عليهم بحال هكا ياكم، وداك الدري خاصو يورك على هاد الليان بحال هكا، خاصو يورك على الليان ليان، ودوك 20 هادوك 20 كاملين يوركوا على الليان ويتموا الخطوات، يتابوناو فراشين ويديروا هجوم يصيفطوا ل 20 واحد، فهمتي؟ لذلك اخويا بحال هكا فهمتي، كاين شي واحد صاحبي يقول لي دخل كذا هادي تابونا واكمل الخطوات وصيفط ل 20 واحد، خاصك تجمع 20 واحد وغتاخذ 100 جوهره ديالك. سوا ديال لافان ديال الفيديو، كان معكم عمر، الخوت الموقع صادق، نحط لكم اثبات السحب الوصول ديالهم في انستغرام، الخوت كان معكم.